لو عايزين تتكلموا عن التعصب والعنصرية والاضطهاد اذهبوا إلى أوروبا، لا تتحدثوا عن المنطقة العربية أو العالم الإسلامي. هنا أحتاج إلى تحليل من الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بيك يا دكتور حامد، واعذرني إن أنا طولت. أنا كنت بصراحة مش عايزك تخلص والله من لا يمكن لي. لا غنى عن تحليلك يا دكتور. والله يا فندم أبدا، ما شاء الله على سيرك. لا الله يخليك يا فندم، ربنا يحفظك. كيف رأى الدكتور حامد بقى هنا؟ يعني يوسف قال ما يراه كشغلتي صحفي، لكن دكتور حامد هو أستاذ العلاقات الدولية، كيف يرى الدكتور حامد ما تفضل الرئيس بالإدلاء به في حديثه مع ولقائه مع أنتوني بلينكن، الرسائل الواضحة والتي لا أعتقد أن هناك رسائل أخرى مبطنة؟ يعني الرسائل كانت شديدة الوضوح، حتى الرمزيات فيما هو متعلق بدخول أطراف أخرى إلى هذا النزاع أيضا كانت واضحة. يعني محاولة تكميم الفم الفلسطيني لم تنجح بسبب القيادة السياسية المصرية اللي أوصلت صوت فلسطين للعالم من خلال رسائل وعدة رسائل واضحة تحمل الحسم والحزم، وهي سمة خطاب الرئيس السيسي اليوم الذي أعطى رسائل واضحة ودون مواربة أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية، ومن تحول الصراع بشكل كبير إلى حرب إقليمية يأكل الأخضر واليابس ويؤدي إلى انتشار الصراع ويؤثر على ليس فقط منطقة الشرق الأوسط ولكن يعني مجمل الأوضاع في المنطقة العربية. وأيضا أكد سيادته على عدة نقاط رئيسية أنه لن تسمح مصر بتهجير يعني شمال قطاع غزة، تهجير أكثر من 1.1، ولن تسمح أيضا بأن يكون هناك أي تهديد خطير لانتهاك السيادة المصرية، وأن أي مخططات إسرائيلية تريد أن تقفز على السيادة المصرية سيتم يعني مواجهتها بكل حسم وحزم، رسائل واضحة. وحتى اليوم كان خطاب الرئيس السيسي خطابا إعلاميا حقيقيا واقعيا بالأرقام، يعني ذكر لوزير الخارجية الأمريكي يعني حجم القتلى من الأشقاء أو الشهداء من الأشقاء الفلسطينيين، لم نتحدث وقال بالحرف الواحد أن هناك أكثر من 12500 فلسطيني صحيح. مقابل 2700 قتيل إسرائيلي، الأطفال يعني 2500 طفل فلسطيني مقابل 150 طفل إسرائيلي، حتى الإصابات لم يطرقها الرئيس السيسي كدلالة واضحة على أنه أراد أن يتحدث باسم المنطقة العربية باعتبار مصر هي القيادة. ولم تتوقف هذه الرسالة عند هذا الحد، ولكنه أعطى رسالة واضحة على حرية العقيدة، أعطى رسالة واضحة على تسامح الدولة المصرية والدول العربية على مختلف الأطياف والأديان، وأنه لم يكن على مر التاريخ هناك أي استهداف لليهود في مصر أو في المنطقة العربية. وقال بشكل واضح أنا من منطقة الجمالية اللي كان جنبي جار اليهودي بيعيش جنبي ولم يقل هناك أي مشكلة، ودي يعطي رسالة ليس فقط للإدارة الأمريكية، ولكن النهاردة كان يعني مؤتمر صحفي واضح لكل دول العالم على سماحة الدول المصرية والدول العربية، وبأنه لابد من رفع الحصار على قطاع غزة، لأن استمرار القطاع في هذه الحالة التي يرثى لها لن يؤتي بثماره، ولن يكون هناك أمان ولا استقرار لدولة إسرائيل إلا بإقامة دولة فلسطينية عادلة على حدود 67. أنا عجبني قوي لما الرئيس وهو يوجه الكلام مباشرة لبلينكن هو بيقول له أنا سمعتك وإنت بتقول أنك أنت يهودي وتتحدث عن اضطهاد اليهود، اللي هي إيه الرسالة مباشرة، اللي هو أنا عايز أستخدم أكتر قدر ممكن من المصطلحات المنضبطة، بس شفتها ازاي يعني اللي هو عاوز يعني من الاخر كده اللي هو ايه، لا تتحدث عن التعصب هنا، تحدث عن التعصب هناك عندكم في اوروبا في بلاد تانية، عندنا المانيا فرنسا المانيا اتكلم براحتك، يعني لا في 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 المنطقه العربيه وفي مصر مستحيل تتكلم عن كده. انا مش قادر افهم الحقيقه. طب دكتور حامد، يمكن انا على الجانب الاخر انا كنت قاعد عمال بتابع انطباعات واختلاجات وجه او الفيشن اكسبريشنز
التعبيرات بتاعت وش بلينكن وهو بيستمع للرئيس، ثم نبرة صوته وهو بيعلق على كلام الرئيس فيما بعد ذلك. على ما يبدو بلينكن لم يتوقع أبدا هذا الحديث أو هذه المقارنات، أو يتوقع حتى نبرة زعيم عربي. في ظني وتقديري يا معالي النائب، يعني حديث الرئيس السيسي كان مفاجأة وصدمة لوزير الخارجية الأمريكي، لأن الرئيس السيسي تحدث في حديث مكاشفة واضحة، يعني بيقول له بشكل كبير أنه لن تسمح مصر بتصفية القضية الفلسطينية، أن مصر لن تسمح بتهجير القسري لأهالي شمال قطاع غزة وانتقالهم إلى سيناء، أنه لابد أن يكون هناك بحثاً عاجلاً لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، أنه أيضاً أشار بشكل واضح أنه لا يمكن أبداً إلا أن نكون كلنا نندرج تحت بند الإنسانية، بمعنى هذا إنسان وهذا إنسان، هذا له حقوق وهذا له حقوق. يعني بدلا من أن ينظر المجتمع الدولي بشكل كبير بعين واحدة وهي عين الأعور، أشار الرئيس السيسي أنه لابد أن ينظر إلى النظرة الأخرى، إلى النظرة الأشمل والأعم، إلى أن استمرار هذا الصراع بهذا الشكل وهذا الحديث القوي من أكبر رئيس دولة في الشرق الأوسط وهي مصر تدل على أن هناك خطورة داهمة لعدم إدراك الولايات المتحدة لحجم الكارثة إذا استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في سعيها للاجتياح البري لقطاع غزة، لأن ده يؤدي وبما لا يدع مجال للشك أيضا إلى انجراف المنطقة إلى حرب إقليمية ودخول أطراف كبيرة، وليس فقط حرب إقليمية، ومن الممكن جدا أن تتحول إلى حرب دولية، بمعنى هناك أطراف داعمة لأطراف في المشهد، هناك من الممكن جدا أن تدخل الولايات المتحدة إذا تدخلت إيران، على سبيل أننا نشهد يعني تصريحات قوية من وزير الخارجية الإيراني اللي قال بالحرف الواحد لابد أن يكون هناك لجنة من إسرائيل من قبل الولايات المتحدة إذا أرادت الولايات المتحدة عدم وجود حرب إقليمية في المنطقة، وده بيؤشر لواقع جديد، وإن مصر دائما وأبدا باعتبارها هي المعول الحقيقي على صناعة السلام في الشرق الأوسط تؤمن بضرورة إحلال السلام بشكل كبير، وأن هذا السلام لن يتحقق أولا على حساب الدولة المصرية كرسالة واضحة بالأمس على عدم فتح معبر رفح إلا بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، واليوم رسالة أخرى من أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، وأيضا لابد من مبدأ حل الدولتين والتوافق عليه وصياغة رؤية جديدة، وأيضا أشار لجزئية هامة جدا وهي عقد مؤتمر إقليمي ودولي لصناعة السلام والبحث عن مخرجات وإنهاء حالة الانسداد السياسي ونواة الفرص في الحياة بالنسبة للشعب الفلسطيني، كلها أفكار ورؤى وخارطة أفكار واضحة من الجانب المصري السياسية المصرية صحيح. وانتقلت للجانب الأمريكي ليعرضها على البيت الأبيض لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. لعله خير زي ما بتقال يا دكتور، ونلتقيك قريبا. أشكرك جدا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية.